أشرف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد على تدشين مقطع الطريق السيار الرابط بين شفا والبروقية على مسافة 53 كيلومتر، مؤكدا أن هذا المشروع من المشاريع الهامة في الجزائر التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والتي تفتح آفاقا اقتصادية من البحر الأبيض المتوسط نحو إفريقيا. إن شاء الله سنواصل هذا الطريق، هذه شمال جنوب، هي طريق سريع يبدأ من البحر الأبيض المتوسط ويصل إن شاء الله إلى منطقة الساحل الإفريقي. فالجزائر بلد كبير شاسع، ولذلك الدولة والسلطات العمومية قائمة بهذا البنية التحتية الاستراتيجية. نتمنى إن شاء الله أن الإطارات تواصل هذا العمل القيم، ووزارة الشغل العمومية تقوم بهذا العمل مع كل الشركات والمؤسسات سواء وطنية أو الدول الصديقة التي نتعاون معها لوصولها إلى هذه الأهداف الاستراتيجية المسطرة. بالرغم من التضاريس الوعرة والتحديات الطبيعية، إلا أن هذا المشروع يحمل قيمة فنية وسياحية بامتياز.